مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، تحية وحب وتقدير، وطبعا أهلا بكم في مهارات عظيمة. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مهارات جديدة ووصفات للمعجنات محببة جدا لينا وبسيطة بمكونات اقتصادية زي ما حضراتكم طلبتوا. هنبدأ بأول وصفة معانا، هي أوارب أو مخبوزات القارب. يعني هنعملها على شكل في أشكال كتير للصفيحة، وفي شكل زي القارب كده، احنا كنا عملناه مرة مع الصفيحة لكن هنعمله مرة تانية مع حضراتكم بعجينة جميلة وبسيطة. خلينا نقول مقاديرها وبعدين نحكي واحنا شغالين. عندي نص كوباية من المية الدافية، وعندي نص كوباية من الحليب أو اللبن الدافي، عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، رشة ملح، 3 معالق كبار من زيت الزيتون او من زيت النباتي زي ما حضراتكم تحبوا، بياض بيضه، وعندي كوبايتين من الدقيق. طبعا جميع استخدامات او الدقيق الخاص بالمخبوزات. طيب، هي الوصفه دي بسيطه، مش محتاجه يعني انها تتحط في عجان، بس انا اسمحوا لي هعملها في العجان علشان تطلع معايا على طول. فانا هاخد كده اول حاجه اللبن والميه، المفروض انها تبقى ميه دافيه، خليني بس اتاكد انها ميه دافيه. يبقى انا هنزل دول كده وهنحط شويه ميه ونحسب النص كوبايه. تمام كده، نص كوبايه. طبعا الميجرنج دول المعياريين دول بيتباعوا دلوقتي كده اكليريك، او يعني مش شرط تجيبوا الازاز لو بتخافوا، عشان كمان بيبقى تقيل وبيتكسر، وبيبقى فيه منه بقى لحد معيار الكاب والاتنين كاب، وفي منه بقى الاكبر، فده برضو بيبقى عملي في المطبخ جدا الحقيقه. بسم الله، هنحط نص كوبايه من اللبن الدافي، وده عشان يسرع من فكره الشحن، فكره اسفه التخمير، انها الخميره تشتغل على طول. هنلف كده عشان حضراتكم تشوفوا اكتر، وهنبدا ناخد كده السكر وناخد الخميره. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الخميره وهنحط معلقه سكر عشان الخميره تشتغل، وطبعا هاخد بياض البيض وهاخد الدقيق، بس الدقيق هنا اسمحوا لي اضيف عليه رشه الملح ونقلبه. وتعالوا كده الاول بياض البيض، بياض البيض اهو، بسم الله. الصفار مش هرميه، هاخد الصفار هدهن بيه جوانب العجينه ان شاء الله لما اشكلها. خلاص، البيض ده فيه نسبه كبيره من حمض الفوليك الحقيقه، بتحمي الجنين من التشوهات وبيساعد على انتاج خلايا الدم، وبيقوي النظر، وبيحسن كمان من القدرات العقليه، بيعزز صحه القلب، بروتين قوي جدا، بيقوي المناعه، وبيدي احساس بالشبع، مفيد للرياضيين جدا لما بيستخدموه على عصير او على لبن او مع البروتين اللي بياخدوه. خليني كده اقلب تقليبه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا نضيف معيار الدقيق كده ونشوف الاخبار ايه. عجينه كده بسيطه، طبعا هنسيبها طبعا تخمر، لازم شويه، انا بحب اشكلها وبعدين اسيبها تخمر. بسم الله، لو احتجت دقيق على اعتبار ان نوع الدقيق اللي بستخدمه غير اللي حضراتكم بتستخدموه، مفيش مشكله، على حسب بيتحدد عليه بناء عليه نسبه السوائل. كده جميلة، هي مش محتاجة والله، لكن أي حشو موجود بقى عند حضراتكم هيبقى مناسب جدا. الحشو عندي ممكن أشوح في طاسة كده بصل مع فلفل، وعندي هنا فراخ مسلوقة، صدر مسلوق خدته شوحته مع الزعتر واديته رشة بابريكا ورشة توم باودر وبصل باودر، وعندنا صوص بيتزا زي ما حضراتكم تحبوا وتشوفوا. معلش خليني كده أرفع أشوف، محتاجة أضيف شوية دقيق، حوالي نص كوباية. بسم الله، صوص البيتزا ده بنعمله واحنا قبل كده اتكلمنا عنه وعملناه من فترة طويلة، لكن أوعد حضراتكم نعمله مرة تانية من الألف للياء في حلقة بيتزا. شوفوا بقى
بقى العجينه الاول كانت باينه انها لازقه، هي طبعا التلزيقه البسيطه دي بتخلي العجين دايما هشه، ودي معلومه مهمه جدا احب اقولها لحضراتكم، يعني تخلي دايما المعجنات هشه وجميله ما تبقاش ناشفه كده. لذلك انا لما بطلعها كده فيها شويه تلزيق، لما باجي اضيف انا دقيق للفرد بيبقى كده المعيار مظبوط جدا. لو انا بقى عملتها مظبوطه قوي وبعدين جيت ضفت دقيق تلاقوها نشفت سنه، يعني ايه بقت عجينه مش كده هشه وفلافي حلوه. خليني بقى المقادير اللي انا هاخدها كده، ممكن في طاسه بسيطه، خليني اجيب طاسه بسيطه كده ممكن استخدمها اسخن فيها او اشوح فيها المقادير الحلوه دي. انا مش عايزه اعمل حاجه، انا الفراخ عندي متشوحه وعندي فلفل اهو اخضر وفلفل الوان زي ما حضراتكم تحبوا، عندي البصل، عندي صوص البيتزا جاهز، وعندي زيتون، عندكم جبنه موتزاريلا ماشي، ما عندكوش تمام، يعني اللي حضراتكم تفضلوه. هاخد بس نقطه زيت كده في البوله هنا، وهاخد كده هطلع العجينه الحلوه دي وهسيب ده هنا. بصوا كده المفروض ان انا اسيبها انها تختمر شويه، بس انا بس عشان امسكها تبقى حلوه، وهنوزع فيها الايه، هفردها بقى، عايزه افردها وهبدا اشكلها، بس اسيبها ترتاح شويه. انا الحقيقه المفروض اسيبها تخمر على الاقل نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه مفيش مشكله، وبعدين ابدا اشكل على صاج كده، بجيب بقى صاج ادهنه وهنبدا نستخدم صاج كده، هدهنه برده نقطه زيت كده، بسم الله ندهن دهنه حلوه بالفرشه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كده وبعدين بحب احط كمان ورقه خبز، وهدهن كده فوقها برضو، وده علشان اكد ان ورقه الخبز تكون يعني مظبوطه لو هي نوعها مش قوي قد ما احنا عايزين. يعني ممكن نقص الجزء الزياده ده، وهنا كمان بس تبقى مظبوطه كده، وهنبدا بقى نشكل الايه العجينه بتاعتنا. المفروض ان انا بعملها كور كده، باخد كل كوره كده مثلا حلوه اهي، وايه واحطها كده نشكل كرات الاول، كرات حلوه، نعمل قالب حلو كبير، يعني عجينه تكون حلوه، احنا مش عاملين الكميات دي كبيره، فاحنا نعمل عجينه كده جميله اهو، شايفين ازاي العجينه لينه وجميله ازاي. كده نقلب بقى كاني بقفلها على بعضها كده زي السره، وبعدين كده، ودي اخر واحده تعمل قارب صغنن كده. العجينه التانية اللي هنعملها بقى تبقى حاجه كده مسكره، حاجه حلوه قوي. في منها طريقتين، طريقه بتتعمل زي ما احنا هنعملها كده ساده لو حابين، خفيفه تتاكل جنب اي حاجه، وفي منها طرق بتتعمل بالزبيب ويتحط لها محلب كده، بتدي تيست حلو، او مثلا رشه من ريحه الكحك، عارفين بتدي طعم كده، بس المحلب دايما مع العجين اللي فيها نسبه سكر كده بتبقى حلوه. شايفين ازاي العجينه اهي، المفروض بقى ان انا هشتغل في واحده، وخليني اخد كده كيس ثلاجه وانا شغاله، اغطي بس دول كده عشان ما ينشفوش. هنا الطاسه خلاص سخنت، اخد تشويحه بس للمكونات دي بسيطه جدا، عشان انا عندي بصل بسم الله الرحمن الرحيم، فمش عايزه احطه ني، هاخد كده تشويحه البصل، دايما هعرفوني الوقت عشان ابقى معاكم. عايزين معالق صغنونه، ناخد رشه بسيطه من الملح، رشه بسيطه كده من الفلفل،
هنقلب. عرفوني الوقت يا حبايبي لو انتوا يعني، عرفوني قبلها عشان ايه ابقى معاكم. وهاخد تشويحه كده من الفلفل الالوان كده، شايفين ازاي، والفلفل الاخضر. بس عشان البصل والخضار يبقى مظبوط. الباقي عندي تمام، صوص جاهز. لو في موتزاريلا هتبقى جميله جدا. تشويحه حلوه بس كده للخضروات. خلاص طيب، تعالوا بقى هنا نبدا نفرد الايه العجين ده. وعندي كده بقول جنبي فيها دقيق. بشكل بيضاوي كده، خلوا بالكم هي هتنفش، ها، فاحنا عايزين نعملها ايه، تبقى مش تخينه قوي، تبقى يعني فيها رقه بسيطه كده عشان هي هتتضعف شويه. خلاص العجينه جميله، عايزين تحشوا الاطراف بيها اي حاجه، ماشي، ممكن الاطراف دي تتحشي خضار اصلا. شايفين كده؟ والله حاضر، شيل لكم ده. ريحة الفلفل أصلا بعد ما تشوح بقت روعة. بصوا حبايب قلبي، هعمل كده. خلاص الفلفل كده تمام. شايفين ازاي؟ هطفي بقى نار. وخليني انزل الخليط ده هنا في بوله كده، البصل كده تمام. الفرن عندي سخن على حراره 180 ل 200 زي ما انتوا عايزين. على الشبكه كده في النص هحط مخبوزاتي الحلوه دي، خليها هنا. بصوا بقى ممكن اعمل كده واخد معلقه كده واحشي الاطراف، مثلا فليكن خضار. حلو قوي الفكره دي برضو، يعني مش كل حاجه اجبان اجبان اجبان، تغيير برضو. شايفين ازاي؟ حاجه شبه كده، صح صح مظبوط. احنا عايزين نعمل ايه، ناخد كده الاطراف دي، شايفين الاطراف دي بنحشيها ازاي، بنقفلها كده. حلو، كده على بعض كده، شايفين باخدها اتنيها كده على بعضها عشان تدي في نفس الوقت شكل وتقفل كويس. اهي شايفين ازاي، اهي خلاص. هنيجي بقى هنا، عايزه اخد كده الصاج احط عليه وابدا كالاتي. اخد الصوص بتاع البيتزا ده هنا في النص،
احنا عملناه قبل كده. لو عندك الطريقه يا نودي نزلي صوص البيتزا لوحده عشان اصدقائنا لو عايزين يعملوه يعملوه. شايفين ازاي؟ هاخد مكعبات كده من الدجاج. تسلمي يا روحي. شايفين حلوه جميله جدا، ومعاها وحدات من الزيتونات. اوكي روح قلبي كده، وشويه من الخضار الجميل اللي حشينا بيه في الاطراف برضو. شايفين ازاي شكلها جميل جدا. تعالوا بقى ناخد عايزين نعمل واحده كمان بس نحطها جنب اختها الحلوه دي. وايه وعايزه اوريكم بس الاول الاطراف هنحشيها ازاي او هنعملها بايه. انا عندي هنا سمسم، وعندي هنا ادي الصفار البيضه، رشه ملح، رشه فلفل، اللي عايز يضيف نقطه لبن مفيش مشكله. انا بقى هحط معاها بس نقطه صلصه عشان تبقى مديه حمار للبيضه كده، وكمان ما يبقاش فيها الزفاره. بصوا هدهن بقى الحروف دي زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. ترشوا بقى سمسم عليها، تسيبوها ساده براحه حضراتكم خالص، بس هي افكار جميله. كمان الولاد يحبوا الحاجات دي في المدرسه. عايزين تضيفوا عليها جبنه ماشي، عايزين تحطوا تحت من الاجبان المطبوخه مفيش مشكله. بس هي بصراحه جميله زي ما انتم شايفينها يعني. وهسيبها بقى هتعلى وهتتضاعف، هتبقى احلى من كده كتير. حط بقى رشه سمسم كده في الحروف. شايفين الجمال؟ ممكن تحطوا بقى اي حاجه تانية في الحروف يعني، مش شرط سمسم، ممكن حبه البركه، ممكن زعتر، ممكن كمون حبه، ممكن شمر، ممكن من غير خالص تساب ساده كده مفيش مشكله اهي. شكلها جميل جدا، وهي من العجائن السهله البسيطه اللي كمان ايه مش مكلفه يعني، حاجاتها في البيت. اي حاجه باقيه في البيت هتتعمل كبديل للبيتزا يعني، ايه بدل ما نقعد نعمل حاجات كتير. انا هقعد اشتغل كده في واحده تانية، اسمحوا لي اعمل واحده تانية كمان مع حضراتكم لو لسه حد يعني منضم لينا دلوقتي. هعمل واحده كمان لطيفه كده، وايه بسم الله اللي فيها ده فلفل اسود مكان ايدي على فكره. بصوا شايفين ازاي فردناها اهي. لا دي مش نقط سودا، ده فلفل لسه قايله. انتوا نايمين اكيد، سامعاكم سامعاكم على فكره. ممكن بقى المره دي نحشي الحروف فراخ، ايه رايكم؟ صح كده تبقى مفاجاه برضو. الفراخ دي بالزعتر، زيت الزيتون، ملح وفلفل، رشه توم وبصل باودر، دي كبيره قوي، ناخد الصغننه دي. شايفين دي بقى عشان ايديا ما تتبلش من السوائل والدقيق وتتبهدل، اعملها بقى مره واحده بالجلافز عشان يبقى جاف. بصوا بقى هناخد كده
تعالوا بقى ناخد الايه القارب ده هنا ونريحه كده. وبعدين الصوص، صوص البيتزا اللي اتفقنا عليه، ومعانا صوص البيتزا نزل اهو قدام حضراتكم اللي عايز يصوره. الله، تسلم ايديكوا والله. تسلم ايديكوا حبايبي. هما فصين توم مفرومين بنشوحهم كده مع طماطم مضروبه في الخلاط، ويفضل لو كانت كونكاسيه مسلوقه نص سلقه، مع زيت زيتون، مع فلفل اخضر، فلفلايه رومي، مع معلقه صلصه طماطم، ريحان مجفف، روزماري وزعتر وملح. ده الايه، ملح ورشه فلفل، عايز يحط رشه كمون مش بس تكتروش، اوعوا من الكمون. طيب الافضل في صوص البيتزا الحقيقي الاصلي انكم تعملوها من الطماطم اللي هي الكونكاسيه. يعني ايه كونكاسيه؟ يعني باخد الطماطميه جامده كده حلوه، اروح شقاها من الظهر من تحت بعد ما اشيل الجزء الاخضر ده، واروح ايه مدياها، دخلها في كوبايه، معاها كوبايه ميه، كيلو طماطم مثلا، وادخله على النار كده يغلي غلوتين. اول ما تغلي الميه اروح طافيه عليه وسايباها لما تهدى، اخد الطماطم دي احطها في ميه بتلج وهي سخنه كده، وبعدين اشيل القشره بتاعتها، وبعدين اخد اضربها في الخلاط، وابدا بقى احط معاها الخليط اللي انا قلت لحضراتكم عليه ده بتشوحوها بيه. لو عايزين بصلايه او فلفلايه خضراء او يعني عود روزماري او اي حاجه تدخل مع المكونات دي اللي قلت لحضراتكم عليها قبل الفرن، يعني قبل ما اسفت تسووها، هتبقى جميله، هتبقى مع الطماطم، تستوي مع الطماطم ونضربها كلها مع الطماطم. حتى لو في توم، عايزين التوم تحطوه ويبقى شبه كده اتسلق وتضربوه، يبقى ده الخليط، هتبقى جميله جدا. ادي الفطاير اللي وريتها لحضراتكم، يلا بقى ندخلها الفرن على حراره زي ما قلنا 180 على الشبكه في النص، وهنسيبها دلوقتي تشوفوها اما تطلع ان شاء الله. واحنا عاملين جزء منها هتشوفوه باذن الله، الجزء ده عاملينه وحاطين معاها الموتزاريلا والجبنه الشيدر، هتشوفوها هنا، تلاقوها كده فطاير جميله وسريعه وتنفع جدا للمدارس كمان. طيب احنا بقى دلوقتي كده هنستسمح حضراتكم بقى بعد ما خلصنا الوصفه الجميله دي ان احنا نطلع الاستراحه، هنرجع نعمل وصفه معجنات ولكن بالسكر. ممكن لو عايزين تحطوا فيها زبيب او اي حاجه تانية ماشي، لكن هي وصفه بسيطه وجميله لكن ليها طعم كده مع الشاي بلبن او مع القهوه رائعه. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم.